استكمالا لجلسات الأمن التي تمحورت حول مسألة النقطة الأساسية حول الحوكمة في اللامركزية ونموذج الإدارة الذاتية الديمقراطية، لابد من كان أن تكون هناك اليوم محور أساسي هو محور الدستور، بخاصة بأنه هو شاغل السوريين ومالئ الهم السوري حقيقة ومتعلق بجميع الأمور أو بالإقليميين والدوليين. نحن كسوريين من أجل إنجاز مهمة الحل ووضع أو تهيئة سليمة للحل الديمقراطي السوري، لابد أن نتوافق على مبادئ أساسية تكون هي مبادئ ما فوق الدستورية يستدل منها الدستور في جميع مراحل تشكله. إذن قدمنا هذه الرؤية، بالإضافة إلى تم خصخصة أنه ما هي صلاحيات المركز، ما هي الصلاحيات المشتركة ما بين المركز وما بين الإدارات الذاتية، وما هي الصلاحيات التي تكون من بحكم الإدارة الذاتية الديمقراطية. ضمن هذه الأمور كان محور اليوم أيضا تم مناقشة وتم ورود ملاحظات ومداخلات قيمة يجب أخذها بعين الاعتبار والتوقف عندها، لأنها تشبه التوافق الإيجابي ضمن هذه المسألة المهمة.